السلام عليكم، مرحبا بكم عندي فيديو جديد على القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله انا من معكم التطبيق اللي شفتو في صورة المصغرة من بعد ما طلبوا لي بزاف ديال الاخوات. نتمنى تستفدوا من الدرس ديال اليوم. ما تبخلوش عليا بلي لايك، واذا كنتي اول مره كتزوري القناه تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس باش دائما توصلي بالجديد. ونبداو تطبيق الموديل على بركه الله. هنايا انا عندي الحرير مبروم على جوج شعرات، يمكنكم تخدموا على ثلاثه. هنا الابره عندي نمره 7 او 6 اولا 8 على حسب العقيق اللي غتخدموا به. عندي زمرد نمره 2. اذا انثبت الخيط ديالي هنايا على هذا الشكل. هذا الخدمه ديالنا غتكون فيها 18 غرزه، يمكنكم تكبروها اللي بغيتو نتوما 20 ولا حتى 30 غرزه. هاد الخدمه كما بغيتوها تخدموها كتجي، تقطموها بالزمرد ولا غير بالعوينات. هنايا بعد ما ثبتت الخيط ديالي هنايا غنعمل جوج غريزات على حسب نتوما عملوا 4 اولا 3 اولا 2 على حسب الهبطه اللي غتهبطوا بها الجلابه ولا القميص. صافي هنايا نضرب الغرزه الثانيه باش نبقى نزيد الغرز في الثوب. انا هنايا نزيد الغرزه الاولى انا زيدتها. دابا نجيب عقيقه ونعدلها هنايا وتبقى لي هاد العوينه هادي. هي دي نتخطاها ونضرب في هاد العوينه هادي، عاد غنضرب في الثوب ونزيد غرزه من الجناب على هاد الشكل. دابا نجي هنايا نضرب غرزه بحال هاد الشكل، نزيد هنايا غرزه وكنرجع فيهم في هاد العقيقه. الغرزه الاولى الثانيه نجي هنايا الغريزه اللي زدت نضرب فيها غريزه. طبعا نضرب في الثوب نتوما. نتمنى تكون طريقه الشرح واضحه. انا نزيد هنايا عوينه، نجيب عقيقه، نجيب عقيقه الثانيه. دابا نضرب هنايا نجيب عقيقه اخرى الثالثه. يمكنكم هذه الخدمه تخدموها حتى بالعقيق المهرس على حسب نتوما شنو بغيتوا. هنايا هذه العوينه هذه نضربها نتخطاها ونضرب في هذه. صافي دابا نضرب هنايا في الثوب وغنزيد غرزه. ضروري مزياده الغرز في خدمه نصف طوق. صافي نزيد هنايا غرزه، نرجع في هاد العقيقات واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ثم طبعا نضرب في الثوب هنايا نزيد عقيقه، عفوا نعمل غرزه هنايا وغنعمل عقيقه. دابا نبقى نزيد عقيقه من هاد الاتجاه وعقيقه من هاد الاتجاه حتى نكمل 4 ديال العقيقات من اتجاه و4 من اتجاه. عاد نعملو الكوزات اللي في الوسط. ثم انا كملت هنايا 4 د العقيقات. دابا نعمل الخمسه ها هي من بعد ما زدت هنايا غرزه. دي العقيقه الخمسه في الاتجاه هذا، لاحظوا معايا مزيان. نضرب هنايا غريزه باش غنكون ديك الكويزات اللي عندي في الوسط. دابا نضرب هاد الغريزه هذه هي وغنعمل عقيقه، نتخطى هذه هي ونضرب هنايا، نعمل جوج عقيقات في الوسط.
تسميح الخيط. هيا غادي نتخطاها وغنضرب هنايا. دابا نجيب عقيقة أخرى وغنعملها هنايا، نتخطى هادي ونعملها هنايا. نضرب هاد العقيقة هادي، غتبقى لي هنايا عقيقة نعملها. هانتوما دابا غنرجع عادي فهاد الغريزات من بعد ما غنضرب هنايا في التوب ونزيد غرزة غنرجع فيهم، ونرجع فيهم حتى لهنايا. دابا ها انا رجعت فيهم هنايا من بعد ما زدت غرزة في الجناب. دابا غنجيب العقيقة السادسة من هاد الصف هذا كما كتلاحظوا معايا، ها هي عامله هنايا، ثبت هنايا الخيط ديالي. نجي لهاد الغريزة اللي قدامها كذلك هنايا باش غنعمل العقيقة هنايا بين هاد جوج هادو. غنضرب هنايا ونجيب عقيقة ونعملها تما. نجيب عقيقة نعملها هنايا. هانتوما غنضرب دابا هاد جوج ديال الغريزات ديالي صافي. دابا نزيد عقيقة هنايا أيضا وغنرجع عادي عاوتاني في الغريز. هانتوما أنا زدت عقيقة هنايا، نضرب في التوب ونزيد غرزة من الجناب اللي كنزيد دائما، ها هي، وغنرجع عادي دابا كنعمر في هاد الغريزات. ها انا رجعت هنايا في هاد الغريزات ديالي. دابا ايضا غنزيد العقيقة، نعمل عقيقة هنايا دابا هاد الغريزة هنايا هنايا. هنايا الخيط قرب يتسلالي صافي. غنزيد دابا عيا هادي وغنعمل جوج عقيقات، واحدة هنا وواحدة هنايا. هانتوما لاحظوا معايا مزيان، غنتخطى دابا هاد العوينة هادي، ها هي غنعمل العقيقة غنثبت هنايا في هاد الخويط هذا اللي عندي فوق العقيقة هادي على هاد الشكل. غنجيب عقيقة أخرى ونعدلها ايضا من جهه اخرى. هانتوما سنتخطى هاد العوينه هادي ونضرب في هادي. ها انا ساليت دابا هاد خمسه د العقيقات اللي كيجيوني هنايا. دابا شنو غنعمل؟ نكمل عادي باش نزيد عقيقه هنايا. نزيد عقيقه هنايا نضرب في التوب ونزيد غرزة ونرجع كذلك في هاد الغريزات. بعد ما رجعت فيهم دابا هنايا زدت غرزة، ضربت في التوب وزدت غرزة. دابا نضرب العقيقة، نعمل عقيقة هنايا، حضو مزيان معايا. هنايا العقيقة الثامنة الأخيرة هنا اللي غنسد الكوزة، غنزيد عقيقة هنا وعقيقة هنا وغنسد الكوزة ديالي. لاحظوا معايا مزيان، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. دابا نضرب هنايا نثبت هاد العقيقة مع هاد العوينة هادي، غنمشي هنايا بالغرز عادي. دابا هنايا كملت 16 غرزة، عفوا 18 غرزة. غنكمل عادي، غنزيد عقيقة هنايا وغنقطع الطوق ديالي بحال دائما، نقطعو من هنا ومن هنايا. وعاد غنوريكم كيفاش غنشدها من الوسط باش عاوتاني غنفتحها باش كتجي مجموعة. يلا انا غنكمل هنايا ونرجع ونقطع ونكمل معاكم.
انتما انا دابا بعد ما قطعت نصف طوق ديالي ورجعت 16 غرزة هنايا، كونت 16 غرزة ديالي من بعد ما طلعت ب 8 ديال العقيقات من هنا و 8 من هنايا، دابا هنايا عندي 16 غرزة. دابا ضربت هنايا في الثوب، نضرب هنايا هاد الغريزة هادي الاولانية، هادي الثانية. دابا غنشد هاد الكوزة ديالي، غنجيب عقيقة غنتخطى هاد العوينة هادي، نضرب هنايا، نتوما لاحظتو معايا مزيان كان بحالا، غنشد الكوزة عادي، هي نتخطى هادي ونضرب هنايا صافي. دابا هنا ما كنعملوش العقيقات، تا كنعملو عقيقة أخرى، تا كنرجعو ونوليو نرجعو مرة تانية، عادة كنعملوها. دابا نمشي عادي غنعمل عقيقة، هي بقات لي دابا غير عوينة واحدة هنايا، هي نتخطاها وغنعمل فيها عقيقة. هانتوما طبعا نمشي وغنولي نرجع في هاد الغريزة ديالي عادي حتى لهنايا، غنبدل الخيط حيت تسال علي. ما رجعت في 18 غرزة ديالي، ضربت في الثوب ورجعت هنايا، هنايا ايضا غنعمل العقيقة باش نتخطى العوينة هادي، نضرب هنايا. كنحاول نختصر لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. طبعا نعمل بحال هاد الشكل هذا، غنعملو هنايا بعد ما عملت هنايا العقيقة الثالثة بحال غنسد الكوزة، نضرب هاد العقيقة هادي، عفوا هاد الغريزة هادي، زيد هنايا جوج ثانية بعد العقيقة. دابا غنتخطى هادي ها هي وغنعمل عقيقة هنايا، نضرب هنايا، نعمل جوج عقيقات، لاحظوا معايا مزيان، أنا غنتخطى هادي غنضرب هنايا، نجيب عقيقة واحدة أخرى. هي نتخطى هادي هي غنعملها هنايا، كنضرب جوج غريزات، غنخلي واحد الغريزة هنايا ها هي غنعمل فيها عقيق. صافي دابا كذلك غنكمل الغريزات ديالي عادي، نضرب في الثوب ونرجع فيهم. انا كنحاول نوريكم غير العقيقات كيش تخدموهم باش تجيكم الخدمة ديالكم بحال الشكل اللي بغيتوه. صافي دابا غنضرب في الثوب وغنولي نرجع في 18 غرزة ديالي. ها انا رجعت في 18 غرزة، الغرزة الاولى، ثانية، ثلاثة، اربعة. انا عمل عقيقة دابا، العقيقة الاخيرة اللي عتكون، حيت عندي هنايا كما قلت لكم 8 ديال العقيقات، كنحاول نعمل أربعة في النصف ديالهم. ولا كانت عندكم 10 ديال العقيقات هنايا كتعملو هنايا خمسة، كان عندكم هنا 12 كتعملو هنايا ستة، على حسب تقسموهم نتوما. دابا انا عندي هنايا 8، هنايا غنعمل غير أربعة باش غنشد ونرجع بيهم. نتخطى هاد العوينة هادي هي ولا الغريزة، غنعمل هنايا هانتوما كتجي بحال هيدا. صافي دابا غنضرب هنايا هنايا كذلك، وغنجيب عقيقة وغنعملها في الوسط ديال هاد العقيقات هادو. سهلة هاد الخدمة، تجي مزيونة كما سبق لي قلت لكم، يمكنكم تخدموها بالعقيق المهرس أيضا كتجي رائعة. هانتوما بقات لي هنايا غريزة غنعمل فيها عقيقة اللي غتكون كما بحال الاتجاه هذا الاخيره اللي غتسد لي الكوزه.
صافي دابا نكملهم ونرجع فيهم. هانتوما نكمل حتى هنا نضرب في الثوب ونرجع هنايا في هاد الغريزات باش ما يديليش الوقت بزاف. انا دابا من بعد ما رجعت انا تسالي الخيط عملته في الثوب، جبت خيط واحد اخر لاحظوا معايا طبعا الغرزة الاولى الثانيه ثلاثه صافي ضربت هنا ثلاثه. دابا هنايا غنرجع انا ملعقيقه هنايا تقطع وينات تما كما تلاحظوا معايا وغنعمل فيها عقيق هاي هذا الشكل هذا. نضرب واحد العوينه عندي هنايا غريزه عفوا ثانيه تخطى هذه هي غنعمل فيها عقيق بعد ما كنضرب جوج غريزات كنعمل عقيق نجي هذا الخويط هذا اللي عندي فوق هذه العقيقه الوسطانيه ثبت فيها بحال هذا الشكل هذا كذلك عقيقه من جهه اخرى يبقاو لي جوج غريزات تخطى هادي يبقاو لي هنا جوج غريزات. الاولى الثانيه صافي دابا نضرب هاد الخويط هذا اللي فوق الحقيقه نتخطى هاد الغريزة هادي نعمل فيها عقيقة بحال هاد الشكل صافي دابا نستمر بنفس الطريقة ونولي نرجع نضرب في الثوب ونرجع في الغرز. رجعت هنايا في الغريزات ديالي هانتوما اذا لاحظتوا معايا الخدمه بقات كتبان دابا الغرزه الاولى والغرزه الثانيه وغنعمل عقيق انا من بعد ما عملت عقيقه صافي دابا كنمشي عادي هاد جوج لي عندي هنايا طبعا نعمل عقيقه نتخطى هاد الغريزه هادي انا من عقيقه انا رجعت طبعا نضرب هنايا هاد العقيقه هادي غتبقى لي هنايا عقيقه واحده ديال الغرزه ديالي الاولى ونعمل عقيقه اخرى باش صافي نسد هاد الكوزه ديالي ها هي ديال الرابعه 1 2 3 4 كما تشوفوا معايا صافي طبعا نتخطى هاد العوينه هادي نزيد نضرب هادي نتخطى هاد الغريزه هادي عفوا انا نعمل فيها العقيقه هي نجي هادي هي نجيب عقيقه واحده اخرى
هاد الغريزة ونعمل فيها عقيق. هانتوما صافي دابا نمشي. صافي دابا بقات لي عقيقة واحدة اخرى هنايا زيدة تما. هانتوما دابا نضرب هنايا، نضرب في الثوب ونرجع في الغريزات، كنرجع عادي. انا رجعت في 18 غرزة ديالي. طبعا نسد هاد الجوزة هادي بحال هاد الشكل هذا، انا نعملو هنايا. نجيب عقيقة نحط هاد الغريزة هادي، نطرف هادي بحال هاد الشكل، نعمل عقيقة هنايا في الوسط ديال هادي ديال هادو بحال هاد الشكل. نمشي هادي صافي، بقات لي هنايا غير غريزة نتخطاها ونعمل عقيق وعنرجع ايضا 18 غرزة. دابا من بعد ما رجعت فيهم نكمل العقيقة ديالي عادي، يبقاو لي هنايا هي جوج وغنولي نشد الكوزة ديالي عادي. ها جوج ثلاثة غنعمل عقيق دابا هنايا جوج غريزات، واحد جوج. فدابا نعمل عقيقات جوج عقيقات باش غنكون ساليت هاد العقيقات الوسطانيين. صافي دابا تبقى لي عقيقة واحدة، الحقيق شويه صغير ما كيبغيش يدخل لي في الابره. صافي دابا نتخطى هاد الغريزه هادي ونضرب هادي بهذا الشكل هذا، غنكون ساليت من هاد الجوزات اللي كنعمل هنايا في الوسط. يبقى لي دابا غير نسد هاد الجوزه عادي، عقيقه من هنا وعقيقه من هنا حتى كتسد. صافي نعمل نتخطى هادي هاد الغريزه، غنعمل فيها العقيقه وغنستمر بهذه الطريقه هذه. نبقى نزيد عقيقه من هنا وعقيقه من هنا وكنرجع في 18 غرزه حتى نكمل. واحد جوج ثلاثة ثلاثة أربعة. الخيط على جوج شعرات كيجي شوية كما كتعرفوا هذه في الخدمة مع الخيط كيكون رقيق بزاف.
بعد ما ساليت هذا هو الشكل النهائي ديالها كما تلاحظوا معايا. بقيت كنزيد عقيقه من هذه الجهه وعقيقه من هذه الجهه حتى ساليتها. هنايا كنبقى نزيد من كنسالي هاد المربعات هادو اللي في الوسط كنبقى نزيد عي وحده من هنا وحده من هنا حتى كتكمل. هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى تستافدوا من الدرس ديال اليوم وتنال الاعجاب ديالكم هاد الخدمه هادي، وما تبخلوش عليا بلي لايك، هادشي كيزيد يشجعني نستمر في المزيد من الفيديوهات. اذا نخليكم تلقاو فيديو اخر ان شاء الله.